مساء الخير، انا سامي فانوس ابن مدينه الرمله. انا بعمل عرض ستاند اب كوميدي وبمثل بمسرح السرايا يافا. دعوني على عيد الاعياد اللي هو يعني بدا من اليوم، وانا اليوم بدي اقدم فقره ستاند اب، وهذا الستاند اب هو من تاليفي واخراج الفنان سعيد سرامه. اسم العرض اسمه سيره وانفتحت. هذا العرض طبعا بيحكي عن العادات والتقاليد وعلى تصرفاتنا على بالاعراس، بالجيزه، باغاني اليوم، بالمدرسه. وطبعا بقدم هاي الاشياء بطريقه كوميديه اللي لها اهداف معينه، الاشياء اللي انا بشوفها اللي عن جد بتضحك وواحد لازم يحكي عليها. وغير العرض الستاند اب كمان بعمل مسرحيه اسمها مسرحيه الحادثه، طبعا من الكاتب مصري اسمه لينين الرملي، واخراج اديب جحشان بمسرح السرايا. انا بهذا المجال المسرح مش يعني زمان، تقريبا صار لي سنه ونص، وبدات الاشي من طريق الستاند اب، وهيك الاشي تطور لحد ما صرت اليوم انه اعرض بكثير محلات بالبلاد زي حيفا، الناصره، شفاعمر، كفر ياسيف، عكا، الرمله، يافا، بالجامعات وهذا هو يعني. واليوم انا يعني عندي عرض بحيفا، وان شاء الله يعني يعجب الجميع.